فعليا تاريخ مدينة القدس ببلش قبل 5500 سنة منذ لجوء الكنعانيين من شمال الجزيرة العربية باتجاه مدينة القدس. سعد صباحك، كيف حالك؟ رحوية هاي؟ ناعمة وفرم؟ نعم. معتومة؟ حط لي كيسين باخذهم وانا راجع. احنا دخلنا من باب العمود، ليش سمي باب العمود؟ عشان هذا العمود. على راس هذا العمود كان مجسم الملك أدريان، الملك الروماني. بحيوا الناس وهم داخلين وطالعين، بعدين زهق فحطوا له مجسم، فصاروا الناس يقولوا وين رايحين؟ عند باب العمود. وهو أصبح مسافة قياس ما بين القدس وأي عاصمة عربية، يقولوا من باب العمود لعند دمشق هالقد أو لعند بيروت هالقد، ولهيك سمي باب العمود. مكملين لجوا؟ يلا. حاليا احنا موجودين في باب الخليل، أحد الأبواب السبعة للبلد القديمة والأبواب المفتوحة. باب الخليل الذي يؤدي بنا إلى الخليل، وبالإنجليزية جافا جيت، أي الذي يؤدي بنا إلى يافا. الباب الذي بني في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني في القرن الخامس عشر في الشكل الحالي، وهو الشكل الأخير للبلد القديمة منذ 500 عام إلى الآن. بدنا مساء، الله يمسك النور النبي. صباح يا ام ايمن. مساء صباح يا اخي، الله يسعد كل اوقاتك. وام صباح، وام صباح يسعد لي انوارك. الله يرضى عليك، هذا بلطفكم يا رب. مروا من باب العمود بالكوفي الغالي، شوفوا حضارة الجدود والجامات العالية، يا رايحين عالجود. مروا من باب العمود بالكوفي الغالي. احنا بنسمي البلد القديمة لأولاد البلد اللي بينزلوا بزروها كل يوم التكرار المحبب. تقع العين على ما تحب في البلد القديمة كما تراها لأول مرة. كل شيء في البلد القديمة حجراً وبشراً لنا ارتباط فيه. ارتباطنا ليس فقط كسكن، إذا سكن نروح نعيش أي محل تاني، ولكن ارتباطنا ارتباط بالهوية، بالعقيدة، بالانتماء، باللغة، كله له ارتباط جداً عظيم، وهو ما يصنع هويتنا ويصنع ذكرياتنا ويصنع الشكل الذي نمارس فيه حياتنا يومياً في القدس. باب من أبواب البلد القديمة بأدينا إلى أسواق عديدة داخل البلد القديمة، يعني مثلاً باب العمود بودينا على سوق خان الزيت، سوق العطارين، سوق الخواجات. باب الخليل بودينا على سوق علون، سوق البازار بأدي لطريق باب السلسلة. والأسواق اللي موجودة في البلد القديمة هي أسواق متنوعة، يعني سوق خان الزيت للزيت والسمنة، سوق العطارين بالعطارة، سوق البازار له علاقة بالسجاد وله علاقة بسنتواري وله علاقة بالسواح. سوق علون متخصص للسياحة، وكان قبل سوق الخضرة، سوق الحصر بالحصر، سوق الدباغة في دباغة الجلود. القدس هي عالم مصغر، لا يمكن تخيل القدس بدون البلد القديمة، لا يمكن تخيل فلسطين من دون القدس، لا يمكن تخيل فلسطين من دون الوطن العربي. رغم الاحتلال ورغم الإعلام والكاميرات المراقبة، الناس بتعيش حياتها قبل وحتعيش بعد الاحتلال.